ما شاء الله عليك يا سعيد، رحت تفرعت بدمك، وأنا بشكرك أنك شاركت بحماس بحملة تكون الأول من هيئة الصحة بدبي. بالنسبة للرجال بإمكانهم التبرع بالدم 5 مرات بالسنة، والنساء فيهم يتبرعوا لحد 4 مرات، والجسم بيحتاج بس لأسبوعين لتعويض الكريات الحمر، ويومين لتعويض البلازما، وساعات فقط لتعويض الصفائح الدموية. ولازم خبرك كم معلومة مهمة يا سعيد لتعرف أهمية التبرع بالدم. أولاً، ما في بديل عن الدم البشري في الطب. ثانياً، في أكثر من 234 مليون عملية جراحية رئيسية بتحتاج للدم سنوياً، وحسب منظمة الصحة العالمية كل سنة بيتم جمع 108 ملايين وحدة دم. المشكلة أنه صلاحية وحدات الدم قصيرة كتير، فالخلايا الحمراء ممكن تخزينها لحد 42 يوم بس، والصفائح الدموية لخمسة أيام فقط. فيا سعيد، المطلوب منا أنه يكون في ناس متطوعين وعم بيتبرعوا بدمهم بشكل دوري ويساهموا بإنقاذ حياة المرضى. كل 3 ثواني في شخص بحاجة لنقل الدم بالعالم، ولهالسبب أنا بشكرك يا سعيد، وبشكر كل اللي رح يتبرعوا بدمهم، وعساكم دوم بصحة وسعادة. Donate now. Be the one.